مسلسل العنف والتفجيرات مستمر في بغداد. اليوم الاثنين في منطقة السيدية سيارة مفخخة قتلت 14 شخصا على الأقل من الزوار الشيعة خلال موكب ديني في جنوب العاصمة العراقية. ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية تبنى هذا الهجوم الدموي، وتعد هذه الزيارات التي تحظى بحماية أمنية مشددة هدفا للتنظيم، حيث يحاول كل عام استهداف الزوار بشتى الوسائل، ويتوجه الآلاف من الزوار الشيعة من كل أنحاء البلاد سيرا على الأقدام لإحياء مراسم ذكرى وفاة الإمام الكاظم في مرقده الواقع في منطقة الكاظمية في شمال بغداد. جاء التفجير بينما العراق يشهد أزمة سياسية.